ما ننساش ان 2015 شهدت عودة احمد بدير حبيبي في غيبوبة تأليف محمود الطوخي، وكان زمانه بقاله زمان يعني احمد بدير ما عملش يمكن من ايام مرسي عاوز كرسي، هو فول علينا لما قال مرسي عاوز كرسي، لكن السنة دي هو عامل غيبوبة مسرحية حلوة جدا جدا جدا. ومحمد رمضان عمل زعيم رئيس جمهورية نفسه، حققت أرقام كويسة قوي لما اتعرض في مسرح سيد درويش في اسكندرية، هي متاخدة عن الدخان لميخائيل رومان يعني. ففي انتعاش المسرح الدولي، وده شيء يسعدني جدا عقبال ما نشوف عودة المسارح العديدة وإقبال الناس على أبو الفنون اللي هو المسرح. نجم الكوميديا المتألق دائما أحمد بدير، بقول لك مليون مبروك على مسرحية غيبوبة. الحمد لله. عايز أعرف إيه اللي جذبك أول ما قريت الورق وقررت وقلت لازم أعمل المسرحية دي؟ إنها فكرتي. في الأساس. يعني هي فكرتي، وفكرت في التركيبة الدرامية بتاعت المسرحية، فقلت لمحمود وقعدنا مع بعض، فطلعت النتيجة أحسن مما أنا كنت متخيل كمان الحمد لله. هل حقق لك كل اللي كنت بتتمناه فعلا؟ لا، محمود مهيل في رصده للسياسة والأحوال البلد. فكرت تطلع لبعض الدول العربية للعراق؟ والله لو الظروف تسمح هسافر، وأعتقد أن كل الدول العربية دلوقتي بتعاني من اللي احنا بنعانيه، الإرهاب الإخواني المتطرف، داعش، النصرة، كل الناس اللي بيزايدوا بالإسلام، فاعتقد انها يعني لو اتعرضت في اي دوله هنبقى بنعبر عن ما يحدث فيها يعني. اخيرا لكل جمهورك اللي بيحبك وبيعشقك في كل الوطن العربي من خلال شاشه الشرقيه العراقيه، توجه له كلمه تقول له ايه؟ بقول لهم يا رب الامن والامان لكل الدول العربيه، وربنا ينجينا من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، وان شاء الله ان شاء الله شوف الخير في وفي أمتي إلى يوم الدين، فعلى دين الحق ودين الصواب هو اللي هينتصر.